نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، شارك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إخوانه أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت هذا اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في مركز مرايا بمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية. وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أعرب عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وحكومة المملكة والشعب السعودي الشقيق على كرم الضيافة وبالغ الحفاوة التي تعكس المشاعر الأخوية الصادقة. كما نوه سموه نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله بالاعتزاز مملكة البحرين بتوليها رئاسة الدورة المقبلة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرا سموه إلى مواصلة العمل على تحقيق تطلعات وآمال مواطني دول المجلس لحاضر ومستقبل أكثر ازدهارا وتقدما. متطلعا سموه بأن تكون مخرجات قمة العلا الانطلاقة لعودة اللحمة الخليجية مع الحرص بأن تكون الأولوية لتحقيق أمن واستقرار وازدهار دولنا لصالح مواطني دول المجلس، وأن يتم العمل على تعزيز الحوار الخليجي مع حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة واستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية وتقوية مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التضامن والتكاتف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أصحاب الجلالة والسمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني باسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أن أرحب بكم بأجمل ترحيب في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، سائلين العلي القدير أن يوفقنا جميعا لمواصلة مسيرة الخير والتعاون وتحقيق مصالحنا المشتركة لخدمة شعوبنا وبما يعزز أمن المنطقة واستقرارها. أصحاب الجلالة والسمو، نفتقد هذا العام قائدين كبيرين كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك، وهذه المسيرة المباركة جلالة السلطان قابوس بن سعيد وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد رحمهم الله، وعرفنا لما قدما من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المبارك، فقد وجه سيدي خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، سائلي المولى عز وجل لهما الرحمة والمغفرة، ولصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وصاحب السمو نواف الأحمد الصباح التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنمو والازدهار لبلديهما الشقيقين، ودعما لعملنا الخليجي المشترك. وإننا لننظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأس صدع التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد رحمه الله واستمر في متابعتها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، كما نشيد في هذا الشأن بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وجميع الأطراف التي أسهمت بهذا الشأن، حيث أن أدت هذه الجهود المباركة بحمد الله ثم بتعاون الجميع للوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة المباركة، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا بما يخدم أمالها وتطلعاتها. ونحن اليوم ما أحوج أن نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التحديات التي يمثلها برنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريع التخريب الهادمة التي يتبناها وكلاءه في أنشطة الإرهابية والطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
مما يضعنا أمام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي. أصحاب الجلالة والسمو، لقد تم تأسيس هذا الكيان استناداً على ما يربط بين دولنا بعلاقة خاصة وقواسم مشتركة متمثلة بأواصر العقيدة والقربة والمصير المشترك بين شعوبها. ومن هذا المنطق علينا جميعاً أن نستدرك الأهداف السامية والمقومات التي بني عليها المجلس لاستكمال مسيرته وتحقيق التكامل في جميع مجالات. وفي هذا الخصوص نشير إلى رؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس التي وافق عليها المجلس في الدورة 36 وما شهدت من تقدم محرز بتنفيذ مضامينها خلال الأعوام الماضية، ونؤكد على أهمية مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات في سبيل تحقيق تلك الرؤية. إن سياسة أشقائك في المملكة العربية السعودية ثابتة ومستمرة، وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموحة رؤية 2030 تضع في مقدم أولوياتها مجلس التعاون الخليجي موحد وقوي، إضافة لتعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن واستقرار وازدهار دولنا. وفي الختام أسأل مولى سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، أصحاب السمو والمعالي ممثلي قادة دول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدولة الخليج العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في مستهل كلمتي أن أتقدم بجزيل الشكر لأخي خادم الحرمين الشريفين وإلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد والتنظيم المتميز لهذه القمة، مشيداً بحرص كافة الأخوة على عقد هذا اللقاء لتمكن معاً من دعم عملنا الخليجي والعربي المشترك والحفاظ على مكاسبنا وتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا من أمان وطموحات. وإذا أتقدم لكم جميعاً بالتهنئة على ما تحقق لنا من إنجاز تاريخي في الإعلان اليوم عن توصلنا إلى توقيع على بيان الأولى، فإننا نستذكر الدور المخلص والبناء الذي بذل في هذا الصدد المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح طيب الله ثراه، والذي ساهم بشكل كبير في نجاح هذا الاتفاق. كما يطيب لي أن أعرف ببالغ التقدير عن الجهود الخيرة التي بذلت لتحقيق ذلك الهدف السامي من جانب كافة الأخوة الأشقاء وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ودونالد ترامب ومستشار جاريد كوشنر، مشيداً بجهودهم الداعمة لهذا الاتفاق، مثمناً حرص الأشقاء قادة دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية على بذل المزيد من الجهود لتحقيق كل ما فيه خير لشعوبنا. ويسرني في هذا المقام أن أرحب بمعالي سيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، مقدراً الدور البارز للقيادة المصرية ومواقفها الداعمة للقضايا التي تهم أمن المنطقة واستقرارها. كما أرحب بمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، شاكراً لهم حضورهم لهذه القمة المباركة. وأود في هذا اللقاء الطيب أن أعرب عن بالغ الثناء والتقدير
للمملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة على مبادرتها الكريمة بإطلاق قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، وعلى قمتنا الحالية تقديرا لمسيرة الراحلين العطرة وسنوات عطائهما في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وقضايا الدولية والإنسانية، وما تعكس تلك المبادرة من لمسة وفاء اعتدنا عليها من لدنش خادم الحرمين الشريفين. إن تسمية إعلاننا اليوم باتفاق التضامن إنما يجسد حرصنا عليه وقناعتنا بأهمية، كما إنه يعكس في جانب آخر يقيننا إن حفاظنا عليه يعد استكمالاً واستمراراً لحرصنا على تماسك ووحدة أمتنا العربية. وختاماً أكرر الشكر لكم جميعاً وإلى معالي الأمين العام وجهاز الأمانة العامة على ما بذلوه من جهود في إعداد هذه الدورة، داعين المولى عز وجل أن يحفظ أوطاننا ويحقق الرفاة لشعوبنا، وأن يأخذ بأيدينا لما فيه الخير والازدهار لدولنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد جرى خلال أعمال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التوقيع على البيان الختامي للقمة وبيان العلا، وقد حضر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مأدبة الغداء التي أقامها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تكريما لإخوانه أصحاب السمو قادة دول المجلس بمناسبة انعقاد القمة الخليجية.